السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كيف الحال والأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه المرة الإخوان صراحة غنهضر غير على الفوز ديال المنتخب المغربي الحمد لله، اللي يعني في ما دخلتي أي موقع اجتماعي دخلتي ليه غتشوف غير رايا حمراء خضراء خضراء حمراء حمراء خضراء، ما كاينش تخرشيش. فالحمد لله يعني الصدى ديال المنتخب المغربي راه وصل لجميع دول العالم، لأن الحمد لله المغاربة فين ما مشيتي كاينين. فألف مبروك على المنتخب المغربي الحمد لله، وهذا إن دل عن شيء إنما يدل على الحمد لله يعني المنتخب واعي وباغي يوصل، والمدرب كذلك تبارك الله على سي وليد يعني قام بمجهود جبار في يعني باش يوجد هاد الوليدات هادو كاملين، لأن الحمد لله كاين وليدات لأول مرة كيلعبوا مع الفريق ديال بلادهم الفريق الوطني، فبالتالي يعني عطاو أكثر من جهدهم كما كنقولوا. وانتم شفتوا يعني المقابلة كي كانت، رغم يعني المقابلة راه صعيبة، غير باش نكونوا متفقين الإخوان، راه كما كنقولوا ماشي بحال واحد غير كيتفرج وواحد راه في المعمعة كما كنقولوا، راه في وسط المعمعة. يعني تصور انت اللاعبين في وسط التيران والمدرب وكيشوف قدامه غير الفوز، كيشوف قدامه شحال ديال الجماهير كتابعوا في الملعب وشحال ديال الجماهير في العالم كامل المغربيه كتابع المقابله، يعني كيقول خصني نفوز، خصني ما نحشمش هذا الجمهور، خصني نكون في المستوى. الدراري تبارك الله كيتقاتلوا في التيران، ما كاينش والله العظيم الا كلشي، يعني كلشي كيجبد بربعه كما كنقولوا صراحه. اقسم لك بالله العلي العظيم، الا انا بعدا كنهضر على راسي شخصيا، اقسم بالله الا داتي كتبورش وحق الله واحد اللحظه ما نكذبش عليكم الا عيني تغلغلوا. سيرتو يعني فاش صال الماتش ربحنا بقينا كنشوفوا داك الارتصامات ديال المواطنين والجمهور، راه ما يمكنش الاخوان زعما باش نكون معكم صريح، راه ما الا ما شدتك شي تبوريشه ولا ما حسيتيش واحد الاحساس في شكل وما جاتكش يعني داك كتبغي تبكي، ما نكذبش عليكم اقسم بالله العلي العظيم، راه الا موقع لك هكا ما نكذبش عليك الاخوان، يعني شوف انت راسك راه شي حاجه فيك ماشي هي هذيك، يعني ما الدم المغربي راه ما كيجريش فيك باش نكون معك صريح. يعني واحد تبوريشه واكثر من هذا الشيء، هذا الشيء اللي بغيت نهضر عليه في هذا الموضوع في هذه الحلقه هذه. لاحظوا المنتخب الوطني الحمد لله فاش الله برك البيت، شوف شنو دار اول حاجه شنو دار. فهنا بغيتكم الاخوان يعني تقراو ما وراء المونديال بصفه عامه، المونديال راه كيوقعوا فيه شي حوايج خصنا نردوا لهم البال. فانتم شفتوا الحمد لله البلد المنظم، بلد اسلامي، بلد قطر، يعني اللي كانت شوف تحدات شحال من دوله اللي يعني كانت كدير هي وياها باش تاخذ التنظيم ديال الامريكان بداتها باش تاخذ تنضم لكاس العالم، باش حتى هي تبين العالم باسره انها دوله اسلاميه وعربيه وقادره ودوله صغيره وقادره انها تنضم لكاس العالم وانضماتو، رغم عن ان في كل الدول وانضماتو وكانت في المستوى. هانتوما كتشوفوا كيفاش الامور دايزه في قطر، والحمد لله يعني تبتات عن جداره واستحقاق انها يعني ادها ادود كما كنقولوا، ومالغري يعني شو خسرات الملايير ديال الدولارات باش تنضم كاس العالم بهذا المستوى، وما كاينش شي دوله انضمات كاس العالم كما انضمتو دابا، ومازال غادي نشوفوا. يعني احنا دابا عاد في البدايه، مازال تصوروا معايا حتى نهار النهايه وتشوفوا كي غادي تكون النهايه. فكما قلت لكم المنتخب الوطني فاز، شوف اول لقطه داروا الحمد لله يعني بعد الفوز سجدوا لله سبحانه وتعالى شكرا وحمدا له على يعني الحمد لله ما حشمهمش وانهم داروا اللي في جهدهم. فهنا هذه هي الرساله اللي بغيت نوصي كاع الاخوان في اي مجال في اي قطاع في اي حاجه انت كديرها، ما عمرك تنسى اللي خلقك، ما عمرك تنسى الاله ديالك، ديما غير يكونوا جوج حوايج غاديين معاك، انت اول حاجه متثبت بالايمان ديالك وبالدين ديالك، ثاني حاجه برضات الوالدين. ها كما شفتوا حكيم يشوف اول حاجه ما دار شنو دار، مشى للوالده ديالو. شفتوا هذه اللقطه هذه ولا ما شفتوهاش؟ دابا هذا الشيء اللي بغيتكم انا تردوا لهم البال، يعني شوف سجدوا الله وطلبوا الله الحمد لله ان ربي يسر لهم الامور. فهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، يعني اي واحد في اي مجال في اي قطاع ديما يطلب الله، بغيتي دير شي حاجه ولا مقبل دير شي حاجه ولا باش مشروع تسافر تجوج تبني اي حاجه، طلب ربي، يقول يا ربي يسر لي الامور وسير صلي واحد جوج ركعات حمدا وشكرا وطلبا للمساعده ديال الله. ما كاينش شي واحد اللي غادي يساعدك بلا سيدي ربي، ولا كان مكتبها لك الله راه هو اللي غادي يوقف معك، هو اللي غادي يحقق لك هاد الامور هادو. فهادو هاد الحويجات انا ما نكذبش عليكم عجبوني بزاف، وعلاش؟ لان داروها كما قلت لكم راه مونديال، هذا راه كاس العالم، يعني شو شحال من واحد غيشوف ذاك اللقطه
وغيطرح سؤال على رسول الله. حنا كنهضروا على الدول الغربيه، يعني غيقولوا هادو شنو كيديروا، علاش داروا داك اللقطه هذه، علاش سجدوا، شنو هو هذا السجود، ولما نسجدوا، يعني غيبقاو يطرحوا هذه الاسئله على راسهم. كما حتى حنايا كنشوفوا وحدين اخرين كنبقاو مسولوا كيفاش هادو، علاش كيديروا هكا، علاش كيمشيو لهذه الكنيسه، علاش كيديروا وهكا. حتى هما غادي يكتشفوا هذا الشيء، وغادي حنا بداك بحال اللي تقول هذاك اشهار للدين الاسلامي انه غيبحثوا. انا متاكد كاين بزاف ديال 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 الناس اجانب اللي غادي يسلموا غير بهاد الزياره ديالهم لقطر، والناس انتم شفتوهم يعني كيخرجوا كيسمعوا الاذان، كيشوفوا الجوامع بزاف، كيمشيو كيشوفوا الناس كتمشي هكا مجموعين الفجر الظهر، كيبقاو يسولوا كيفاش هاد الناس فين غاديين، شنو هو هاد الجامع، اش كيديروا في هاد الجامع. لاحظتوا يعني راه كلشي الحمد لله راه كتشوفوهم في المواقع الاجتماعيه. فهذه هي الحاجه اللي انا يعني بغيت نهضر عليها وانتبهت ليها، وكاين بزاف ديال الناس اللي انتبهوا ليها. فهذه حاجه زوينه يعني تبين الدين الاسلامي ديالك كي داير بواحد الطريقه زوينه، وبواحد الطريقه كيفهمها اي واحد شافها راه غادي يفهمها. زياده على ذلك كما قلت لكم شفتوا حكيمي تبارك الله مشى ديريكت عند مو عنقها وحيدتوني وعطاه لمو وباس لها الراس رضات الوالدين. فغير تكون انت متعني يعني متعني بالله وبرضات الوالدين، والله اخي او اختي ما تخاف حتى من شي حاجه، واسير بعينيك مغمضين ويعياو ما يضربوا فيك، والله ما يضربوا، والله ما يطفروا، يعياو يضربوك قدام اللور في جنبك ما تخافش، بشرط تكون يعني يقينك بالله وتكون رضات مرضي الوالدين، والله ما تخاف حتى من شي حاجه. هذا دابا جوج حوايج صراحه انا فشتهم، اقسم بالله العلي العظيم الا شدتني التبوريشه وعينيا تغلغلوا ما نكذبش عليكم، يعني بداك الفرحه وبدا كنشوف داك الجمهور تبارك الله عرفتي في التيران كي داير، والناس على برا يعني الارتصامات ديالهم كما قلت لكم في العالم كامل، كلشي فرحان كلشي بخير وعلى خير كلشي. هذا يعني غير البدايه، وبالاحرى تصوروا معايا بالاحرى ان شاء الله يوصلوا لكاس العالم ولا ياخذوا كاس العالم، وتخيلوا معايا الديكور كي غادي يكون لا تما في قطر لا في المغرب لا في الدول كاع، هنا في امريكا في كندا في اوروبا في جميع انحاء العالم كي غادي، وانتم عارفين المغاربه كيبلبلوها راه كيبلبلوها النيت. هذا من جهه، من جهه ثانيه عاود اللي عجبني واللي كما قلت لكم البارح يعني ما كنتش عليكم، يعني كندخل الفيسبوك كنلقى المنتخب المغربي، انستغرام المنتخب المغربي، تيك توك المنتخب المغربي، فين ما دخلتي كتلقى الرايه والاناشيد والغنى. اللي عجبني اكثر هما الحمد لله كاين اخوان اللي تما الناس اللي داخلين هاد الدومين ديال السوشيال ميديا في الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام والتيك توك، كيعطي واحد الصوره على المغرب زوينه، واحد الصوره ما كتبش عليكم. انا عجبني الحال اقسم بالله اللي عجبني الحال، كاين دريات تبارك الله لابسين الزي التقليدي ديال المغرب، تكاشط والقفاطن وداك الاخر ديال الشلوح سواسه صحراوه، كذلك حتى الدراري لابسين الجلالب البلاغي طريبيشه القراب حتى هو كاين، كيعطي اللمسه ديال المغرب، التقاليد والعادات ديالنا وباش كيتميز المغرب، وكنعطي واحد الصوره زوينه على المغرب. هادشي السيده وحده عاوتاني شتها تبارك الله عليها، هادي دوازاتي كاع دوازاتي دياه، وكتفرق وكتقول لهم هذا راه دوازاتي، هذا راه كيتميز به من 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 المغرب من في المناسبات ديالنا، ولا راه ضروري كنحطوهم. يعني شي حوايج استغلوهم المغاربه، ما كرهناش حنا حتى حنا نمشيو تما ونهضروا على بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله كاين مغاربه اللي تما اللي تبارك الله عندهم محتوى زوين وكيوريو صوره زوينه على المنتخب وعلى بلادهم بصفه عامه، يعني على بلاد المغرب. فهاد الشيء شوف تبارك الله الناس كتجي يعني اجانب وحدين اخرين وكيجي كيتصور معاك لان انت لابس لك زي مغربي، كذلك الدراري كيعطي واحد الصوره تبارك الله في وسط التيران وكل شيء، يعني الصدى ديالها كتوصل للعالم كامل. فهادشي اقسم بالله شي حوايج يعني كتفتخر بها، ماشي بزاف والله الا بزاف، يعني يعجز اللسان عن التعبير ما نكذبش عليكم، يعني هادو حوايج رائعين جدا. فنصيحتي يعني التاليه اللي غادي بها غادي نختم، فبالنسبه للاخوان المغاربه رجاء راه لاحظنا يعني البارح وكما لاحظ الجميع في بلجيكا داك اعمال ديال الشغب، لا ما ندخلو ما حنا عن غينا على داك الشيء، ما ندخلوش حنا في هادشي، بالعكس كونوا راقيين وكونوا كيما داك الصوره عندنا زوينه خليوها زوينه، ما يكون لا دباز لا شغب لا سرقه لا داك كيما شفتوا عاوتاني في التيران في قلب التيران تبارك الله، لا المغاربه ولا دول وحدين اخرين يعني كيسالي الماتش كينقيو، مثلا لعب المنتخب ديالنا وحنا حاضرين تما سال الماتش كنقيو التيران، فعلاش داك الشيء ما نجيبوش مثلا عندنا حتى حنا في بلادنا في اي ماتش لاعبه يا الوداد يا الرجاء يا الكوكب يا الماسيا اي فرقه، وغيكون داك النظام
زعما اش غنقول لكم؟ اقسم بالله العلي العظيم الى هذا قطر، هذا المونديال ديال قطر الى غيعطي واحد الدرس، غير اللي ما بغاش يتعلم، ودرس القياد الدول، درس الحكومات ديال الدول، درس الوزاره، درس الشعوب، درس غير اللي ما بغاش يتعلم، غير اللي ما بغاش يتعلم واللي ما بغاش يفهم ولا كيتعامى، راه فاهم وعارف وتعلم ولكن كيتعامى، ما غاديش زعما يتهلا في بلادو ويتهلا في ولاد بلادو ويطور بلادو لقدام. انتم هاد ولاد تبارك الله صغيره، الا جيتي تقارنها راه ما كامله حتى واشنطن دي سي، ولكن تبارك الله شوف كما قلت لكم ملايير ديال الدولارات اللي خسرات في سبيل انها تنضم كاس العالم، ولكن راه ما جات وخسرت هاد الفلوس كامله غير هكاك لله في سبيل الله. راه خصكم تعرفوا انها تبارك الله راه عندها حتى هي اهداف وعارفه علاش خسرت هاد الفلوس كامله مقارنه مع الدول الاخرى اللي نضموا كاس العالم وما خسروش، ما خسروش قد هاد الفلوس اللي خسرت قطر. ولكن الا طرحنا السؤال على نفوسنا، علاش علاش في نظركم خسرت هاد الفلوس كامله وتحدات دول وحدون اخرين اللي كان بامكانها هي تفوز بالمونديال ولكن قالت انا نضم المونديال؟ وشوف كيفاش منعات الخمر، منعات داك الالوان ديال الخبار في راسكم، منعات الشراب، منعات اللباس المقزب، منعات بزاف ديال الحوايج عن انف كل الدول وكل الامم. يلا وقولها شي وحده تقول تجي تفرض عليها لا غندخل هذا، لا غنشرب، لا غندير، لا غادي ندير. واش شفتوا؟ ودوله عربيه ودوله اسلاميه. باش قلت لكم راه غير اللي ما بغاش، غير اللي ما بغاش يفهم وغير اللي ما بغاش يوعى بهذا الشيء ويطبق هذا الشيء في بلاده ويطبق هذا الشيء مع الشعب ديالو ومع لا 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 الناس اللي حاكمين، اللي حاكمين البلاد. فصراحه انا والله العظيم الا راه يعني كما قلت لكم راه صافي واحد اللحظه كنبقى غير كنشوف، غير كنشوف، ما نهضر ما نتكلم ما نقول حتى شي حاجه، لان داك الشيء رائع جدا. فهذا الشيء اللي بغيت نقول كاع الاخوان اللي الحمد لله دابا راهم تما في قطر، يعطيو ويمشيو يزيدوا يزيدوا يشهروا شي حوايج اللي كتبين على الدين الاسلامي وعلى التلاحم ديال الدول الاسلاميه بعضياتهم والعربيه بعضياتهم، ويمشيو عادي كما كتوري، توري السوق، توري شي حاجه، سير سير شوف الجوامع، وري الجامع، وري باش كتميز هاد قطر، التقاليد ديالها، اللباس ديالها، كيفاش كيصوبوه، كيفاش الى اخره، باش كتولي واحد 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 كتشهر واحد دوله اسلاميه اللي تبارك الله هي فرضات 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 نفسها وفرضات الوجود ديالها مع باقي الدول اللي هي كتحسب راسها دول متقدمه ودول متطوره، يعني لا اقتصاديا ولا ماديا ولا اجتماعيا ولا كل شيء. فهنا والله العظيم الى انا بعد صراحه قطر قلت للدول العربيه ولا الافريقيه قلت لهم ما كتعرفوا حتى لعبه، حيدوا بالكوا عليا والله العظيم في كل شيء. شوفوا غير التنظيم، شوف الهضره، شوف الاسلوب، شوف القوام، شوف اللوجيستيك، شوف شوف والله الا بزاف. انا والله زعما راه تسالوا لي ما نكذبش عليكم. فنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي مع كندا. وهذا الشيء عاود اللي بغيت نوصي ان في كندا ان شاء الله، هذه مجرد راي ديالي، واخا يعني تربح يربح المغرب او تربح كندا، ما يكونش شغب، ما يكونش داك الفوضى، ما تكونش داك الشيء. حنا غنى عن غنى على هذا الشيء، كره كتبقى كره، كاس العالم راه غادي يتسالى، خصنا نخدموا على شي حوايج اللي غادي يجوا من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهذا الشيء اللي بغيت نقول، يعني تعنا بالله ارضه الوالدين، ما تخافش اخويا الحبيب، ما تخافش اختي، الله يسهل لكم الامور، الله يوفق الجميع ان شاء الله في جميع القطاعات وفي جميع الميادين ان شاء الله. واللي في باله شي حاجه يتعنى غير بسيدي ربي ويطلب سيدي ربي ارضه الوالدين كما كنقولها ديما. يلا كمال يحييكم الى فيديو قادم، وان شاء الله المنتخب بلجيكا وجبناها معاه، بقى لنا غير كندا. يلا تحياتي للناس ديال كندا ولقاؤنا ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.